النهاردة بمنتجات جهينة هنعمل ورقة البطاطس باللحمة. شوف مقاديرنا، عندي لحمة وبطاطس، عندي بوريه طماطم جهينة، عندي مرق، عندي بصل وتوم وحبهان بهارات مشكلة، عندي زيت أو زبدة، عندي ملح وفلفل أسود. هديها بقى قرنين فلفل حرقين، هحبش فيها زي ما أنا عايز، كمون، شوية زعتر. المهم نطلع ورقة لحمة ببوريه طماطم جهينة، حاجة جميلة، حاجة جميلة. طيب نشوف مع بعض دلوقتي اللحمة بتاعتي بتبقى زي ما انتم شايفين كده حضراتكم، خالية اي حاجة من الشغط. افردها كده برضو، الحتتين الصغيرين دول برضو افردهم، احنا مش هنرميهم لان طبعا دول جايين معايا في الميزان. وادي حبة زبدة، شوف بقى الدلع جاي ازاي اهو. اروح جاي كده، جاي كده اهو، عامل صدمة اهو. بعمل ايه بقى يا عمي شريف؟ راح عامل ترن اوفر للحمة كده اهو، خدت لون ذهبي جميل اهو، شفت الحلاوة اهو. ريحة الزبدة مع اللحمة عاملة شغل جامد، عاملة شغل جامد اهو. ايه رأيك كده يا باشا؟ ونيجي هنا نجيب بقى بقيت شغلنا، حبة الزيت اللي احنا اتفقنا عليهم، وادي البصل، وادي التوم كده. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اول مكعب ده اهو، كده ادي الفلفل